مساء الخير عليكم يا بنات، معاكم دايركتور ياسمين جمال. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جايه اعمل لكم ريفيو عن منتج انا بحبه جدا جدا وما عملتش عنه ريفيو غير لما جربته كذا مره بنفسي. انا المنتج ده بستعمله من بدري جدا، يعني من ساعه ما كنا مسافرين في الكروز ادوهولنا هديه، ما كنتش ساعتها لسه اعرفه، ما كانش نزل مصر، فجربته. ومن ساعه ما جربته قلت امتى المنتج ده ينزل عندنا مصر. المنتج ده هو الماسك الليلي من نوفيج. الماسك ده من الحاجات اللي انا بعشقها بجد، لما بكون تعبانه او بسهر، يعني فتره بسهر كتير او مجهده وحاسه ان انا وشي تعبان، لما بحطه وبجربه على وشي بالليل قبل ما انام. هو اصلا ماسك ليلي لان انت بتحطيه قبل ما تنامي بالليل، يعني بتحطيه بالليل بتنامي بيه، يعني بعد كريم الليل بتاعك بتحطيه عادي. هو مش تقيل على فكرة، هو خفيف. بصوا هو عامل زي يعني مش بيعمل طبقة كده، لا بصوا هو زي الكريم العادي بس طبعا اتقل سنة. بحطه بالليل وبنام بيه، وبقوم الصبح بلاقي على بشرتي كده زي فتافيت كده صغننة كده، بتبقى زي خلايا ميتة واقعة من على البشرة. الخلايا الميتة دي هي اللي بتخلي لو انت حاطة ميك اب بيبقى شكله مش مظبوط، يعني تحسي عمالة احط ميك اب بس حاسة ان انا مش شكلي حلو لان انت وشك مش متغذي مش مترطب، هو اصلا ما فيهوش نضارة. فدايما قبل ما نفكر ان احنا نحط ميك اب والميك اب يبان كويس لازم نهتم ببشرتنا جدا جدا. عندنا طبعا خطوات عناية يومية وخطوات عناية اسبوعية، ممكن ابقى اعمله لكم فيديو تاني. لكن لازم تستعملي المجموعات المناسبه ليكي، ده هيفرق معاكي جدا جدا في بشرتك. ومن الحاجات الاساسيه بالنسبه لي هو الماسك الليلي ده، بعشقه. بحطه بالليل بتنامي بيه، بعد كريم الليل بحطه، بتقومي الصبح تشطفيه بتحسي ان انت بشرتك بتحسي بجد بالفرق في ساعتها. يعني من الحاجات الحلوة قوي اللي انا فعلا بنصحكم بيها بنات، وهو كمان الشهر ده عليه عرض حلو جدا جدا في الكتالوج، فاوعوا تفوتوه، يعني لازم بجد كلكم تجربوه. من الحاجات اللي انا بعشقها يعني تمام. بتستعمليه مرتين في الاسبوع. ممكن لو عندك سكراب او هاتي اي سكراب من الكتالوج يناسب نوع بشرتك واستعمليه قبله، هيديكي نتيجة حلوة جدا. طبعا السكراب مش يعني استعمليه ممكن مرة واحدة، يعني تستعملي الكريم ده مرتين، مرة من الاثنين اعملي قبله سكراب، او لو حابة المرتين مفيش مشكلة، بس عشان ما تجهديش بشرتك، يعني كفاية سكراب مرة واحدة بس في الاسبوع. اللي هو في الخطوات السكراب ده بنعمله في الخطوات الاسبوعية تمام. وبعد السكراب حطي الماسك النوفيجي ده، هتحسي بنتيجة فظيعة، يعني جربوه وانا مستنية بجد تبعتولي رأيكم فيه. من الحاجات اللي انا مقدرش استغنى عنها بجد وبتعمل نتيجة حلوة قوي قوي، وكمان نتيجة فورية، يعني بيغذي البشرة بعمق جدا جدا، بيحسن من ملمس البشرة، بيرطبها بيغذيها بيعمل اشراقة مش طبيعية. فلا يا بنات الماسك ده من الحاجات الحلوة قوي بجد، لازم تجربوه الشهر ده، وكمان الاوفر عليه حلو جدا جدا. خلاص جربوه بقى ومستنية تقولي رأيكم عنه. ميرسي جدا يا حبايبي.